نفسي ونيابة عن أعضاء جمعيات رفيقات الخير للتنمية المستدامة، ملتقى أصدقاء الطفولة للتربية، هيستوريا، الرياض آسفي للتايكواندو، عالم التنشيط، سلطان للرياضة، أن أرحب بكم ضمن فعاليات هذا الحفل الوطني والذي عبره نخلد بكل فخر واعتزاز الذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد والذكرى 48 لمسيرة الخضراء المظفرة، وذلك بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي واليوسفية والمديرية الإقليمية للشباب بآسفي، وذلك تحت شعار جميعا من أجل استحضار تاريخ المغرب الغني بالأنجم. ضيوفنا الأعزاء، إن هاتين المناسبتين الغاليتين هي مواعيد سنوية نجدد عبرها تعلقنا بأهداب العرش العلوي المجيد، ونرسخ من خلالها فخرنا بتاريخ وطننا الحافل بالانتصارات. فذكرى الاستقلال تعد إحدى أبرز المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار المملكة المغربية الشريفة، وهي بذلك من أعز الملاحم الوطنية الراسخة في قلوبنا لما تحمله من دلالات عميقة ودروس بليغة في مسلسل الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية، مسلسل قاده بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، في سياق شامل ومتكامل يشج أواصر العروة الوثقى بين العرش والشعب ويعزز العهد الوثيق القائم بينهما. نادية بوزندوفة، رئيسة جمعية رفيقات الخير للتنمية المستدامة. الحفل جاء في إطار وطني صرف، كيف كتعرفوا أنه شهر نوفمبر هو شهر وطني بامتياز، كيشهد الاحتفالات ديالنا بالذكرى 48 ديال ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 68 ديال عيد الاستقلال. اليوم حنايا في إطار واحد التشبيك، دونك الميزة ديال هذا النشاط هو أنه ماشي نشاط ديال جمعية واحدة فقط، ولأن هنايا حنا عندنا 6 ديال الجمعيات محلية اللي أمنت بالتشبيك وأمنت بالتعاون في إطار واحد الشراكة، قدرنا أننا اليوم نوجدوا هذا الحفل الوطني. شنو الغرض منه؟ الغرض منه إضافة بالطبع لأننا نخلدوا هذه المناسبات الوطنية اللي عزيزة علينا كمغاربة، هو أننا ننقلوا واحد القيمة ديال الافتخار بالوطنية ديالنا والتاريخ ديال الأجداد ديالنا للأطفال الصغار. بغينا اليوم الأطفال الصغار يبداو يحتفلوا بالأعياد الوطنية كيف كنا كنحتفلوا بها حنايا شحال هذه فاش كنا صغار. لهذا غادي تلقاو بأنه اليوم في العروض كاينين أطفال صغار، كاينين شباب يافعين. القاسم المشترك من هذه الجمعيات كاملها هو زرع قيم المواطنه والافتخار بالانجازات ديال جدودنا وداك الشيء اللي داروا الاجداد ديالنا في سبيل اننا نحققوا الوحده الترابيه، في سبيل اننا نسترجعوا الاستقلال ديال بلادنا، وفي سبيل انه نحققوا واحد المستقبل اللي هو زاهر لبلادنا، طبعا بفضل التوجيهات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو، لانه ما يمكنش اننا نهضروا على حاضر ونهضروا على مستقبل الا ما كانش عندنا واحد التشبت قوي بالماضي ديالنا. وشكرا. هو الشباب اليوم حاضر لانه كنتواصل معاهم كنائبه، ولاني خاصنا نقدروا نقربوا ونخلقوا واحد القنوات ديال التواصل من غير القنوات الرسميه اللي هي القنوات السياسيه. الشباب ديال اسفي معطاء وزاخر بالكفاءات وزاخر بالمواهب، فمن بالي انهم من الصواب انه نطرقوا حنايا الباب ديال هاد الشباب ونشوفوا المواهب ديالهم واللي كاينه، فقط انه نقبوا عليها، ونحنا رحنا اللي غادي نتقووا بهاد الشباب، غادي نتعاونوا معاهم وهما غادي يتعاونوا معنا. انا مازال جديده في العمل الجمعوي، هما تبارك الله راهما فعلا شباب، ولكن عندهم واحد الحصيله جمعويه مدنيه اللي هي كبيره. امنا بالتشبيك، امنا باننا خاصنا نتعاونوا، فقط علاش باش انه اسفي اليوم تقدر تعطينا في غدا واحد النخبه ديال الشباب واطفال اليوم الشباب ديال غدا يكونوا مغاربه 100% كيبغيو بلادهم 100% ويفتخروا بكاع داكشي اللي داروا جدودنا ووالدينا وحنايا اليوم. هي اليوم هي جمعيه اللي هي ناشئه الحمد لله، هذا ثاني النشاط ديالها من بعد واحد النشاط التطوعي اللي درناه في الفاجعه ديال زلزال الحوز. البدايات احنا كنشقوها بخطى حتيته، غادي ندقه دقه. اللي اكيد هو اننا ما غاديش نشتغلوا بوحدنا، نشتغلوا مع الجميع، واللي اكيد هو انه الهاجس ديالنا هو المصلحه ديال الاسفي وديال الاسفيين بصفه عامه.
السلام عليكم، معكم عبد القادر البعلاني رئيس جمعية ملتقى أصدقاء الطفولة التربية. كنبغي نشكر جريدة صافي الناو على هذه الاستضافة هذه. كيف ما كتشوفوا اليوم كانت عندنا هذا الحفل بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء المضفرة. جمعية رفيقة الخير اليوم استدعوا عدة جمعيات من المجتمع المدني باش تكون واحد الشراكة اللي تعبر على التلاحم المغرب وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. غيكونوا عدة فقرات وطنية، وكذلك هناك فقرات تعبر عن انتماء المغرب لإفريقيا والأصول ديالو والجذور ديالو. ونتمنى إن شاء الله أن الفقرات تنال الإعجاب ديال المتابعين، ودائما نحن مغاربة ونفتخر بالتمغربي ديالنا. السلام عليكم، معكم بلوطي محمد كاتب عام جمعية علم تنشيط. جمعية علم تنشيط هي جمعية ثقافية فنية كتهتم كل ما هو ثقافي خاصة بالشباب، كتحاول ما أمكن أنها تخلي الشباب أنهم يبدعوا ويخرجوا الهوايات اللي عندهم انطلاقا من في دور الشباب. اليوم بين الدعوة ديال السيدة الرئيسة نادية بوزندوفة رئيسة جمعية رفيقات الخير للتنمية المستدامة، حاولت ما أمكن أنها تجمع الجمعيات النشيطة في مدينة أسفي الشبابية والطفولة اللي كتهتم بالطفولة باش أنها تنظم هذا الحفل هذا بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء. وكنتمنى إن شاء الله بحول الله ينال الإعجاب ديال الحضور والسكينة المسفوية. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.